تكرر لاختلاط مياه واحة النخيل بمنطقة منداس بولاية ورقلة بمياه الصرف الصحي. فمنذ إنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي بات الفلاحون يتكبدون خسائر كبيرة ما يهدد واحة النخيل. أرض بيضاء ودنا على كل الوسائل وجبنا الماء من كل جهة شوية الماء كان شوية بعيد علينا وتعبنا وشوف كعاد من النخيل وجا كان خلني قاعد خاصيت بغير الماء تاع الزايد تاع النخل حتى النولادات دخلت فينا دخلت الزيكوات الماء القدر هذا اللي راه دخل لنا في الواحة تاعنا في النخيل وراه هدنا الطروة تاعنا وراه البيئة والتهديد تاع الطروة والنخيل تاعنا راه كان مطمر وراه يهددنا من هاد الزيكو هذا حشاكم. المشكل تاع الغابة هذه الدريناج أولا راه مقتلوه والمشكل تاع الغابة النخيل هذه لازم الدريناج لازم يتعاود ولونا هذه صافي عندها سمانه ولا سمانتين وحنا نجرو باش يقول لنا المشكل هذا وتاني خلطونا الماء تاع السقي تخلط دوك بالزيكو. وضع الرقى فلاحي المنطقه في الوقت الذي تؤكد فيه مصالح الديوان الوطني للتطهير مباشرتها عمليه اصلاح المشكل واصلاح القناه. كميه المياه التي تعبر عبر هذه القناه كميات معتبره لذلك توجب علينا أن نوقف هذه الأساسيون لمدة معينة ليتم التدخل على مستوى القناة.